ماذا يعني أن تعترف الولايات المتحدة بأن أحد أهم أنظمتها الدفاعية قد استهدف بصاروخ روسي في أوكرانيا؟ كشف مسؤول أمريكي أن منظومة باتريوت تعرضت للضرر في كييف وليس للتدمير، وأن تقييم الأضرار لا يزال جرياً. وفق رواية وزارة الدفاع الروسية، أصابت ضربة عالية الدقة من نظام صاروخ كنجال الفرد صوتي منظومة باتريوت. ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن مصدر مطلع أن طائرة ميج 31 الحاملة لصواريخ كنجال دمرت نظام الدفاع الجوي الأمريكي في كييف في كمين جوي. وأشار المصدر الروسي إلى أن سرعة كنجال سمحت له بتوجيه ضربات مفاجئة من دون أن تتمكن القوات الأوكرانية من تغيير موقع منظومة باتريوت. في المقابل، قالت الرواية الأوكرانية إن قواتها نجحت في اعتراض 6 صواريخ كنجال الروسية من دون التعليق على إصابة المنظومة، لكن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن الروس تمكنوا من التقاط الإشارات الصادرة عن صواريخ باتريوت، مما سمح لهم باستهداف المنظومة باستخدام الصاروخ الأسرع من الصوت. انتقلت موسكو في الفترة الأخيرة من التلويح بتدمير الإمدادات العسكرية الغربية في أوكرانيا إلى استهدافها مباشرة وتحديداً مخازن الأسلحة، ولعل منظومة باتريوت الأمريكية هي الصيد الأكبر لروسيا حتى الساعة من بين هذه الإمدادات.